السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، تعالوا مع بعض النهاردة نراجع الدرس الأول في الجغرافيا، الزراعة في وطننا العربي. اتكلمنا مع بعض في الدرس الأول ده عن موارد المياه في الوطن العربي، وعرفنا طبعا إن موارد المياه في الوطن العربي أكتر من مورد زي مياه الأمطار والمياه الجوفية وكمان مياه الأنهار. طيب السؤال الأول بيقول: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. يدخل القطن في صناعة نقط، وقصب السكر يدخل في صناعة نقط. ها، يبقى الإجابة هنقول برافو عليك، يدخل القطن في صناعة الغزل والنسيج، وقصب السكر يدخل في صناعة أيوة برافو عليك، السكر. طيب السؤال الثاني: يحدث التصحر بسبب. اتكلمنا مع بعض وقلناها واحنا بنشرح، قلنا ان في اسباب كتيرة، كان منها واحد تفاوت كمية المطر، ان كمية المطر اللي بتسقط في الوطن العربي مش واحدة، مش بكمية واحدة بتسقط في كل الوطن العربي، لا ده كمية المطر دي بتسقط في دولة اكتر من دولة، بتسقط في دولة وما تسقطش في دولة تانية، فعلشان كده كمية المطر دي بتتفاوت، وبسبب التفاوت ده بيحدث حاجة اسمها التصحر. طيب تاني حاجة زحف الرمال، قلنا برضو ان تاني سبب من اسباب حدوث التصحر في الوطن العربي زحف الرمال. طيب تالت سبب معانا كان الراعي الجائر، يبقى انا كده اتكلمنا عن تلات اسباب للتصحر: واحد تفاوت كمية المطر، اتنين زحف الرمال، تلاتة الراعي الجائر، كمان رابع سبب وده طبعا احنا في النقط عايزين هنا تلاتة، لكن واحدة زيادة معانا اهي قطع الاشجار. يبقى انا كده اتكلمت عن ان التصحر ده بيحدث بسبب تفاوت كمية المطر، زحف الرمال، الراعي الجائر، قطع الاشجار. طيب تالت سبب معانا: تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في الوطن العربي نقط في المية من مساحة الوطن العربي. يبقى كام بقى، كام بتبلغ مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي، كام في المية من مساحة الكلية للوطن العربي؟ طيب أنا كده معايا الإجابة 5%، يبقى احنا بنزرع من الوطن العربي 5% بس، يعني مجمل الوطن العربي، مجمل مساحة الوطن العربي احنا ما بنزرعش منه غير 5% فقط. طيب السؤال الرابع او النقطة الرابعة بتقول: من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة نقط، بينما من العوامل البشرية لقيام الزراعة نقط ونقط ونقط. طيب احنا اتكلمنا مع بعض برضو عن العوامل الطبيعية لقيام الزراعة، وقلنا طبعا عوامل طبيعية هي العوامل التي وجدت من الله ولا دخل الانسان بها. طيب انما العوامل البشرية دي العوامل بل الانسان عملها بايديه. طيب تعالوا نشوف الاجابات مع بعض. اول العوامل الطبيعية زي ما اتكلمنا عنها في أثناء الشرح: المياه العذبة، هي المية العذبة، الإنسان اللي عملها ولا ربنا اللي عملها ولا ربنا اللي خلقها؟ تمام، يبقى ربنا هو اللي خلق المية العذبة، علشان كده دي كانت من العوامل الطبيعية. طيب تاني حاجة معانا من العوامل الطبيعية: التربة الخصبة، يبقى انا كده عندي المياه العذبة والتربة الخصبة، كمان المناخ المتنوع. طبعا احنا الثلاث عوامل دول ما فعلهمش اي شك، ومفيش اي حاجة بتدل ان دي من العوامل البشرية. ليه؟ لان الثلاث حاجات دول اللي هو المياه العذبة والتربة الخصبة والمناخ المتنوع، دول حاجات او دول عوامل ربنا اللي خلقها، الانسان ملوش دخل فيها خالص. طيب لما نيجي نتكلم عن العوامل البشرية هنلاقي رأس المال بقى، رأس المال ده ربنا اللي بيخلق المال ولا الإنسان اللي بيسعى لجلبه وكسبه؟ الإنسان طبعا، برافو عليك. يبقى أنا كده عندي الأيدي العاملة ورأس المال والسوق، دي من العوامل البشرية، الإنسان ليه دخل فيها. الإنسان لو عنده أو الدولة لو عندها أيدي عاملة، ناس بتفهم في الزراعة وبتعرف تزرع، فده كده عامل من عوامل قيام الزراعة. لكن لو ما عندهاش ناس بتفهم في
الزراعة، يبقى كده الدولة دي هتفتقد للأيدي العاملة، فبالتالي مش هتقوم حرفة الزراعة، ولو قامت هيبدأوا يجلبوا ويجيبوا ناس من بره تزرع لهم. فبالتالي احنا لما نيجي نتكلم بقى عن العوامل البشرية هنشوف ايه هي العوامل اللي الإنسان هو اللي عملها، اللي الإنسان ليه دخل فيها. فايه هي العوامل البشرية لقيام الزراعة؟ يبقى أول واحد برافو عليك، رأس المال، الأيدي العاملة، والسوق. طيب خامس نقطة معانا والنقطة الأخيرة في السؤال الأول، بتقول تقوم الزراعة في موريتانيا واليمن على نقط، وفي السهول الفيضية بمصر على نقط. الزراعة بقى بتقوم في موريتانيا واليمن على إيه؟ ها برافو عليك، بتقوم في موريتانيا واليمن على مياه الأمطار. طيب في السهول الفيضية في مصر، احنا هنا في مصر بنزرع على ايه؟ بغض النظر عن اي دولة تانية، خليك انت كمصري بالزراعة عندك بتقوم على ايه؟ على مياه الامطار ولا على المياه الجوفية؟ بس احنا بنتكلم عن الغالبية العظمى، يبقى ايه؟ ها فعلا مياه نهر النيل. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الزراعة بتقوم في موريتانيا واليمن على مياه الامطار، لكن هنا في مصر بتقوم على مياه نهر النيل. تعالوا نشوف السؤال التاني بيقول لنا ايه. السؤال التاني بيقول بما تفسر؟ طيب قيام الحضارة في مناطق الزراعة، ليه الحضارة بتقوم في مناطق الزراعة؟ طبعا احنا لما اتكلمنا عن مناطق الزراعة واتكلمنا عن معرفة الانسان للزراعة، بعد الانسان معرف الزراعة وبدأ يزرع فبدأ يعرف الاستقرار، فلما عرف الاستقرار استقر في مكانه وبدأ يبتعد عن حياة التنقل والترحال، وعلشان كده الحضارة بتاعته قامت في مناطق الزراعة. يبقى لما يجي يقول لنا كده بما تفسر قيام الحضارة في مناطق الزراعة، يبقى نقول الإجابة بسبب معرفة الإنسان للزراعة، وعن طريقها عرف الاستقرار والبعد عن حياة التنقل والترحال. النقطة التانية بيقول لنا بما تفسر أهمية الزراعة في الوطن العربي، ليه الزراعة مهمة في الوطن العربي؟ لأن الزراعة دي بتوفر احتياجات السكان من الغذاء. يبقى كده دي واحد اتنين، لأن الزراعة دي بتوفر كمان فرص عمل لعدد كبير جدا من السكان، ده بيعمل في الزراعة نحو نصف السكان الوطن العربي، يبقى كده بتوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان. وتاني حاجة انها بتوفر احتياجات السكان من الغذاء. طيب تالت حاجة معانا انها بتوفر رؤوس اموال بتستخدم في انشاء العديد من المشروعات. يبقى الزراعة دي بتوفر لنا اموال علشان نبدأ ننشأ ونبني عديد من المشروعات. طيب رابع حاجة والأخيرة من أهمية الزراعة، إن الزراعة دي بتوفر لنا المادة الخام اللازمة للصناعة، زي مثلا القطن بنستخدمه في صناعة الغزل والنسيج. طيب قصب السكر بنستخدمه في صناعة السكر، وكمان الخضروات والفاكهة بنبدأ نستخدمها وندخلها في صناعة حفظ وتعليم الأغذية. النقطة الثالثة فيما تفسر في السؤال الثاني بيقول لنا حدوث ظاهرة التصحر، إيه أسباب بقى حدوث ظاهرة التصحر؟ قلناها من شوية في أكمل السؤال الأولاني. طيب هنا بقى الإجابة هتقول واحد تفاوت كمية المطر، إن كمية المطر ما بتسقطش في الوطن العربي بكمية واحدة، لا بتتفاوت. طيب اتنين زحف الرمال، تلاتة الرعي الجائر. تمام، يبقى انا كده عندي حدوث ظاهرة التصحر بتحدث بسبب تفاوت كمية المطر، زحف الرمال، الرعي الجائر، كمان اخر حاجة اللي هي قطع الاشجار. طيب يبقى انا كده قلنا اربع اسباب لحدوث ظاهرة التصحر، لكن رقم خمسة كمان كثرة زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. يبقى انا كده قلنا خمس أسباب لحدوث ظاهرة التصحر، شرحنا قبل كده أربعة، الأخيرة دي ما شرحناهاش قبل كده، كثرة زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. دي معناها إيه؟ أو نفهم منها إيه؟ إن إحنا لما بنزرع أرض زراعية بنبدأ نزرع فيها محاصيل
تجهدها. ايه ده، هي في محاصيل بتجهد التربة؟ اه في محاصيل بتجهد التربة بتتعبها، فاحنا بقى بنبدأ نكتر من زراعة المحاصيل اللي بتجهد التربة دي، علشان كده بتاع بيؤدي الى حدوث نوع من التصحر. يبقى انا كده عندي 5 اسباب لحدوث ظاهرة التصحر: تفاوت كمية المطر، زحف الرمال، الرعي الجائر، قطع الاشجار، كثرة زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. طيب النقطة الأخيرة معانا في بما تفسر مشكلات الزراعة في الوطن العربي. ايه بقى هي مشكلات الزراعة في الوطن العربي؟ احنا عندنا مشاكل او مشكلات في الزراعة في الوطن العربي. اه عندنا. طيب زي ايه؟ اول مشكلة معانا اعتماد مساحة كبيرة من الوطن العربي في الزراعة على الأمطار. اه احنا من شوية قلنا ان مياه الامطار دي متفاوتة، ما بيتمش سقوطها في الوطن العربي بكمية ثابتة او بكمية مستمرة، لا ده هي متفاوتة غير ثابتة، فبالتالي تذبذب كمية المطر وتفاوت كمية المطر بيؤدي إلى تفاوتها في الإنتاج. فأنا عندي مساحة كبيرة جدا من الوطن العربي في الزراعة بتبقى معتمدة على مياه الأمطار. طيب ما احنا قلنا إن الأمطار غير متثابتة ومتذبذبة ومتفاوتة، فبالتالي بيؤدي الى تذبذب الانتاج. طيب تاني مشكلة معانا عدم استغلال كل الاراضي الصالحة للزراعة. احنا قلنا برضو من شوية ان احنا استخدمنا بس 5% من المساحة الكلية للوطن العربي، وعلشان كده احنا عمرنا وما استغلينا كل الاراضي الصالحة للزراعة. المشكلة التالتة عدم استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، ان احنا بنستخدمش بقى اساليب حديثة في الزراعة. كمان المشكلة اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية صغيرين جدا، مشكلة التصحر اللي بتواجه الوطن العربي. طيب احنا كده قلنا مشكلات الزراعة في الوطن العربي. طيب تعالوا بقى نشوف السؤال الثالث مع بعض: ضع علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. طيب أنا هسيب لكم التصحيح ليكم أنتوا علشان تشتغل معايا. أول سؤال معانا بيقول: تقوم الزراعة في وسط الوطن العربي اعتمادا على الأمطار. ها؟ الزراعة في الوسط الوطن العربي هي اللي بتعتمد على الأمطار. احنا قلنا في أثناء الشرح ان في منطقة من الوطن العربي بتعتمد على الأمطار بس ما كانتش وسط الوطن العربي، يبقى الإجابة هتكون خاطئة. التصحيح هيكون ها شمال الوطن العربي. تمام. تاني نقطة معانا في صح وغلط: توفر الزراعة فرص عمل لسكان الوطن العربي. صح ولا غلط؟ ها صح، برافو عليك. رقم 3: تتعدد موارد المياه في الوطن العربي. لسه قايلين في اول الفيديو مع بعض ان موارد المياه في الوطن العربي ما كانتش مورد واحد، ده احنا اتكلمنا عن اكتر من مورد وقلناهم كان مياه الامطار وكانت المياه الجوفية وثالث حاجة كانت ايه بقى؟ تمام، مياه الانهار. طيب يبقى كده الاجابة صح ولا غلط؟ تتعدد ولا ما تتعددش؟ لا هي بتتعدد فعلا، يبقى الاجابة صح، برافو عليك. طيب رقم 4 بيقول لنا: كل الاراضي الصالحة للزراعة مستغلة في الوطن العربي. صح ولا غلط؟ لا طبعا احنا لسه قايلين غلط، ده احنا ما بنستغلش غير 5% من مساحة الوطن العربي.